الفيديو ده معمول بناء على طلب احد المتابعين اللي طلب مننا كذا مرة نعمل فيديو عن الديدان الشريطية. طبعا مبدئيا هيبقى احسن علاج للديدان الشريطية هو دواء البندازول. الاول هنتكلم ازاي البندازول ده بيشتغل على الديدان. هو طبعا بيشتغل على الديدان الشريطية والديدان الصوتية والديدان الخطافية والديدان الدبوسية، يعني تقريبا جميع انواع الديدان. ولكن ازاي الدواء ده بيشتغل على الديدان ديت؟ هو اولا بيعمل على قتل الديدان وطردها من الامعاء والمعدة عن طريق ان هو بيقلل من انتاج جزيئات الطاقة الاي تي بي اللي هي بتبقى محتاجاها الدودة، عن طريق ان هو بيدمر انابيب السيتوبلازم الدقيقة الموجودة في امعاء الديدان ديت، وبالتالي بيعمل على حرمانها من الحصول على الجلوكوز اللازم للحصول على الطاقة، فبيؤدي الى ضعف حركة الديدان وبالتالي موت الديدان ديت وعدم القدرة على الحركة والقضاء عليها نهائيا. فهيبقى احسن مادة للقضاء على الديدان سواء الدبوسية او الشريطية او الصوتية او الخطافية هيبقى مادة البندازول. طيب موجودة في ايه مادة البندازول؟ موجودة في الزنتال وبندكس وفيرميزول والزنتال. تاني، البندازول والزنتال وبندكس وفيرميزول. الجرعة بتاعتها ايه؟ بالنسبة للكبار بيتاخد 400 ملي قبل الفطار و 400 ملي قبل العشاء مرتين في اليوم، يعني 800 ملي في اليوم، 400 ملي قبل الفطار و 400 ملي قبل العشاء لمدة 3 ايام، وبعد كده بنكرر الجرعة تاني بعد اسبوعين. بالنسبة للاطفال بيتاخد 400 ملي مرة واحدة في اليوم لمدة 3 ايام، يا اما يتاخدوا مرة واحدة او يتاخدوا على مرتين، 400 ملي مرة واحدة في اليوم قبل الفطار، او ممكن يتاخد 200 ملي قبل الفطار و 200 ملي قبل العشاء لمدة 3 ايام، وبعد كده برضو نكرر الجرعة بعد اسبوعين. لازم الجرعة تتكرر بعد اسبوعين لان الدواء في الاول بيشتغل، اول جرعة بتشتغل على الديدان نفسها، وبعد اسبوعين بيبتدي الديدان الموجودة جوه البيض نفسه بتاع الديدان البيض ده يفقس، وبعد كده نشتغل على الديدان نفسها تاني بعد اسبوعين. فلازم مهم جدا الجرعة التانية اللي هي بتتاخد بعد اسبوعين. اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، والفيديو ده كان بناء على طلب احد المتابعين. شكرا ليكم، الى ان نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. لو اي حد عنده استفسار او تعليق يسيبه لنا في التعليقات وهنرد عليه على طول ان شاء الله. شكرا ليكم، الى اللقاء.